قالت الشرطة الأمريكية أن شخصين قتلا وأصيب آخر على الأقل في حدث إطلاق نار عشوائي في مركز تسوق بالقرب من بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية إطلاق النار وقع أمس في مركز كراكاماس تاون التجاري بحسب ما أعلنته الشرطة التي أكدت أنها سيطرت على الشخص الذي أطلق النار عشوائيا ولم يعد يشكل تهديدا <applause>